رجعنا لكم مرة تانية وبنجدد تحية لحضراتكم. معانا دلوقتي بقى صوتين من أروع الأصوات، أظهروا قدرة استثنائية في التعبير عن موهبتهم وكمان جذب ملايين المتابعين. بدأت مسيرتهم في مجال الإنشاد الديني في سن مبكرة، ونجحوا كمان في فترة قصيرة جدا إنهم يقدموا أعمال في غاية الروعة والجمال. خلوني نرحب بضيوفي القارئة منة الله رمضان والمنشدة أسماء سعد. أهلا بيكي يا منة وأهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أسماء. أهلا بحضرتك. نوري الدنيا. تسلم يا مدد. مدد يا رب. مدد يا رب. طيب ابدا معاك انت الاول يا من، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 16 سنه. يا ما شاء الله، وحافظه بقى القران كله ما شاء الله؟ الحمد لله، ختمت القران وانا عندي 10 سنين. يا ما شاء الله ما شاء الله. كانت بدايتي طبعا في حفظ القران كانت من الحضانه، وبعدها بقى اتممت الحفظ وانا عندي 10 سنين مع المعلمه سناء. يا ما شاء الله. انت بقى في اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي؟ انا دلوقتي في ثانيه. يا ما شاء الله. وانت يا اسماء قولي لي بقى، بدات الانشاد الاول ولا بدات القران الكريم؟ لا بدات ان شاء الله الحمد لله حفظ القران الكريم، وانا عندي حفظت القران وانا عندي 4 سنين، وختمته في الصف السادس الابتدائي وانا عندي 12 سنه. يا ما شاء الله. ودلوقتي الحمد لله انا بحفظ، يعني عندي، يعني انا بدات في كتاب القريه كحفظ، دلوقتي برضو بدات نفس الموضوع اللي انا بدات بيه من صغري اللي هو كتاب، برضو ارجع يعني فكرة الكتاب تاني في القرية. دي حاجة كويسة جدا. الكتاب دايما طلع مواهب كتير. طبعا. سواء طبعا. كان أولاد أو بنات. طبعا. أنت من قرية إيه أو محافظة إيه؟ أنا من محافظة الشرقية. وأنت يا من؟ أنا من الفيوم. يا ما شاء الله ما شاء الله. طيب نبدأ بمين لو حبينا نسمع أصواتهم؟ نسمع الأول، أنت بتقولي حافظة القرآن الكريم كله. قارئة. وأنت كمان. أنت قارئة أساسا يعني. طيب نبدأ بالقرآن الكريم معاكي. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا من، الله يفتح عليك. احسن، الله يفتح عليك. طيب قولي لي اسماء، انت يعني انت بتنشدي وانت عندك كام سنه؟ برضو لما حفظت القران الكريم، انت قلت حفظت القران 4 سنين. بدات انشد، اول حاجه ليا كانت في الاذاعه المدرسيه، طبعا ما ننكرش فضلها برضو في ظهور المواهب. الاذاعه المدرسيه في المعهد الازهري بالقريه، انا ازهريه اساسا. ما شاء الله. الحمد لله، ولقيت يعني ما شاء الله تشجيع كبير جدا، ولقيت اقبال كبير جدا من الناس، شجعتني الحمد لله والحمد لله. طيب ما شاء الله. طب نسمع صوتك نقول ايه؟ تمام. ربنا صلى وسلم. يا ريت، عليه الصلاه والسلام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي النبي بدر التمام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي النبي.
التمام يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام وأمانا وسلام عثر خطوك معلم وعلى الغار اليمام قد بنى العش وترجم دون لفظ أو كلام إن لله جنودا دون رمح أو لجام فاحفظ النور ليعلو كلما اشتد الظلام كلما اشتد الظلام وأتم الله نورا بك يا مسك الختام يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم الزحام وصلاة وسلاما النبي بدر التمام النبي بدر التمام. الله الله عليه الصلاه والسلام. احسنت يا اسماء احسنت. قولي لي طب يا منى انت مين اثر فيكي من يعني العتاوله بتوع زمان بقى اللي هم شيخ عبد الباسط ولا شيخ منشاوي ولا شيخ عمران؟ يعني كلهم يعني في غنى عن رايي بس انا بحب اسمع الطبلاوي صراحه الشيخ الطبلاوي. الله الله الله. والجيل الحالي ده يعني بحب الشيخ حسن صالح قوي. الشيخ حسن صالح من الجيل الحالي. اه انت دخلتي يعني مسابقات كتيره سواء كان قران كريم او انشاد. طب انت انشاد كنت بتنشدي ايه؟ لو احنا عايزين نسمع منك انشوده دلوقتي تقول لنا ايه؟ ممكن قران الله. طب يلا تفضل. قرآن الله يخاطبنا آياته نور تشفينا أنزله بالحق إلهي ليحقق كل أمانينا ويعيد النور إلى قلبي وينور درب ليالينا قرآن الله أحفظه من فضل الله يروينا من فضل الله يروينا من محكمه اقرأ يوسف يعقوب دموعه تبكينا ونبي قد فقد نبيا وبدمع العين يضنينا من شغف ابيضت عينه يا يوسف عد لتداوينا وهناك نادى لاخوته بقميصي ويعود بصيرا قران الله نقدسه ونرتل فيه ترتيلا الصبر طريق نعرفه علمنا ايوب نبينا وصلاه الله على احمد امر من رب يهدينا ورسولا يدعو امته لطريق الله ليرضينا الله الله اكرمنا سبحان الله ويعطينا قران الله يعلمنا ان نؤمن بالله يقينا قران الله يخاطبنا اياته نور تشفينا الله يفتح عليك. احسنت يا منى. طيب قولي لي انت يا اسماء مين اللي اكتشف موهبتك بقى وانت صغيره؟ طبعا اكيد والدتي طبعا ربنا يبارك ربنا يبارك في عمرها يا رب ويحفظها يا رب والدي متوفي
فوالدتي هي اللي شجعتنا على حفظ القرآن الكريم، وهي اللي شجعتنا أنا وأخواتي أربع بنات. يا ما شاء الله. فالحمد لله حفظنا القرآن وبنحفظ دلوقتي. وكلهم برضو صوتهم حلو زيك؟ ما شاء الله كلهم. يا ما شاء الله. بس أنت متهيألي أنت المشهورة شوية يعني. أنا اللي بدأت. منتشرة يعني شوية. الحمد لله. طيب نسمع منك إيه طيب؟ قولي لنا. ممكن أمدح المكمل أسماء؟ يلا بينا. اتفضلي. امدحي المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. امدحي المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. امدحي المكمل أحمد الرسول امدحي المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول. الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سول. صاحي سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور. صاحي سر مجدا نحوه صاحي سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور. فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة. ما حي الضلالة صادق المقالة ربنا أنال من رأى جمالا فاز بالحب. الله عليك الله عليك يا اسماء. احسنت ما شاء الله. طيب احنا عايزين نتكلم عن دور السوشيال ميديا سواء كانت مع منا ولا مع اسماء، بس هنخرج فاصل بسيط مشاهدينا الكرام ونرجع تاني نكمل مع ضيوفنا النهارده منا واسماء. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين بقى مع ضيوفنا النهارده منة طلال رمضان واسماء سعد الدين. اهلا بيكم منورينا مستمتعين كمان باصواتكم كمان الجميله. وكنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على موضوع او دور السوشيال ميديا. نبدا الاول بمنة، انت اشتهرتي قوي وفي فيديوهات حققت لك ملايين وانت كمان برضو اسماء، فقولي لي بقى دور السوشيال ميديا كان ليها طبعا اثر كبير جدا كمان في انتشارك. قولي بدأتي ازاي؟ كانت بدايتي كانت مسابقة مقامة في الحناجر الذهبية. نعم. كانت مسابقة هرم التلاوة. فروحت هناك وعديت المرحلة الأولى والثانية وأخذت والثالثة وأخذت أول على المسابقة، يعني أخذت المركز أول وأخذت هرم التلاوة يعني. وبعدها استوديو الحناجر كلمني فقال إن إحنا يعني حبوا إن هو يتعاملوا معايا أو يتكلموا يعني يتعاملوا معايا أو يتعاقدوا معايا.
فكان الشيخ أسامة يعني له فضل كبير، وكل القائمين على الحناجر والله، والباش مذيع أستاذ محمد عبد القادر، كلهم يعني ما شاء الله. يعني انت انتشرتي عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق بعض الشركات يعني، فكملتي بقى في وبقيتي تعملي بقى ليكي بقى فيديوهات. وانت كمان برضو اسماء قولي لي برضو السوشيال ميديا برضو بداتي معاها ازاي، وازاي برضو اثرت كمان معاك كمان في مشوارك. هو طبعا يعني لا ننكر فضل السوشيال ميديا في حياتنا اليوميه، يعني هي اداه من ادوات التفاعل. ده بعد ربنا ما بيفتحها على حد يسمع كلامي. طبعا والله الحمد لله. وبعدين انا ما بداتش من زمان على السوشيال ميديا، انا من سنه تقريبا او من سنه وشويه، بس الحمد لله يعني لقيت قبول يعني الحمد لله. طب الحمد لله. ويعني ناويه تطلعي برضو شغل جديد او ان شاء الله اناشيد جديده برضو وتنزليها وكده؟ ان شاء الله باذن الله. انا بعمل حاجات كده بس خاصه يعني على صفحتي انا. مش متعاقده مع اي شركه، بس يعني الحمد لله بالتوفيق دايما يا اسماء ان شاء أسماء. الله باذن الله. قولي لي طب يا من، لو عايزين نسمع صوتك غنى طير، نقول ام سلطان غنى طير. يلا بينا اتفضل. غنى الطير على الاغصان لحنا ينبض بالاشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. قد أسرى برسول الله رب العزة جل علاه، من مكة ليلا للأقصى لضيافة رب الرحمن، جمع الله الرسل وقاما فيهم خير الخلق إماما، إذ رضي الله الإسلام خاتمة جميع الأديان. غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. ظل رسول الله يرقى سبع سماوات واخترقا، لو جاوز جبريل احترقا، تقدم أحمد بأهان، فرأى في الرحلة آيات ما أعظمها من آيات، فرأى أصحاب الجنات ورأى أصحاب النيران. الله عليك أحسنت يا منى. هنعرف موضوع بقى الطالبة المثالية أنت خدتيها زي، بس بقى نسمع صوت برضو أسماء. لازم تقولي لنا إيه أسماء حضرتك تسمع إيه؟ نقول مثلا صلاة الزين ولا ماشي. ميدلي في حب النبي، أي اللي تجودي بيه. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. ليلة حلوة ومحليها رب القدرة ببارك فيها، الليلة ليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها، المولى تعالى وجيناكم نمدح طه، فوجدناكم أحباب للزين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. طه العدنان عارفين وعظم إنسان هدى العالم، طه العدنان عارفين وعظم إنسان هدى العالم، طه العدنان عارفين أعظم إنسان هدى العالم، طه العدنان عارفين وأعظم إنسان هدى العالم، لنور الإيمان نشر دينه في كل مكان،
شرق ومغرب وبلاد الصين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. عليه الصلاة والسلام. أحسنتي والله، أحسنتي. قولي لي طيب يا اسماء، طيب يعني إيه، انت درستي في مدرسه انشاد ديني؟ اه. فين يعني درست مع مين؟ درست في معهد الشيخ عبد الفتاح الطروطي. انت قلتي لي هو هناك اتعلمت علم المقامات؟ اتعلمت علم المقامات الصوتيه واحكام التجويد كتلاوه وكتجويد قران. يا ما شاء الله. الدكتور طه عبد الوهاب والدكتور حسام صقر. والدكتور عبد الفتاح الطاروطي، وطبعا الفضل بعد ربنا الاستاذ جوده محمد مدير معهد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. طب حد في حد غير عيلتك كان بيشجعك في مجال الانشاد؟ طبعا. ولا هي عيلتك بس هي اللي كانت بتشجعك؟ عيلتي طبعا وزوجي. ما شاء الله. بعد والدتي واخواتي، ربنا يبارك في عمره يا رب ويحفظه ويكتب. واقف جنبك يعني؟ طبعا هو اللي بيشجعني اساسا، يعني في اي حاجه انا بعملها هو اللي بيشجعني، هو اللي بيدعمني، هو في ظهري. ربنا الله. يبارك فيه يا رب ويحفظه ويبارك في اولاده، اللهم امين. امين يا رب. طيب قولي لي من ايه موضوع بقى الطالبه بقى المثاليه؟ هي مسابقه المفروض موجوده دي على مستوى المدارس ولا هي في مدرستك بس؟ هي اصلا المفروض بيكون على مستوى الجمهوريه، بس هي بتبدا من اداره لمحافظه الجمهوريه. تمام. فجاء شاركت فيها الاخصائيه المدرسيه، المفروض ان هي بتقول لنا في مسابقه كذا. نعم. فشاركت فيها وبعدها اتاهلت من اداره لمحافظه الحمد لله واخدتها، والقائد عبد النبي يعني بيدعمني في اي موضوع للاتحادات الطلابيه. يا ما شاء الله. طب في تحديات بتواجهك في مسيرتك ولا حاجه يا منى، ولا الحمد لله الدنيا يعني والله ربنا بيسر. ولو لقيتي تحديات حتى مثلا يعني ازاي بتتعاملي معاها؟ وانت نفس الشيء برضو يا اسماء، قولي لي لو في تحديات انت واجهتيها ازاي او اتعاملتي معاها ازاي؟ يعني والله ربنا بييسر كل الامور، يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا مبارك في الشيء لان هو عمل لوجهه. نعم. فالحمد لله يعني الامور كانت سلسه معايا الحمد طب لله. وانت يا اسماء؟ طبعا في انتقادات وفي يعني تحديات وصعوبات، طبعا لازم اي شخص ناجح في حياته لازم يواجه صعوبات وتحديات، فهو لازم يعني يواجهها بشتى الطرق، وربنا يكتب لنا الخير اينما كان. واجهتيها ازاي يعني بشتى الطرق؟ يعني بلاش اسمع للكلام او انتقادات اي حاجه، وكنت بتركزي دايما في هدفك بركز او في شغلي وفي هدفي وطموحي وبس. نعم. اي كلام عادي، هو شخص ناجح دايما ليه انتقادات وليه طبعا. طيب قولي يا منى، انت نفسك بقى تخشي بقى كليه ايه؟ بتقولي انا في ثانيه ثانوي اهو. يعني السنه الجايه ثانويه عامه ان شاء الله. نفسك تخش كليه ايه؟ طب. تطلعي دكتوره باذن الله. جراحه قلب ان شاء الله كمان، يعني انت كمان التخصص كمان من دلوقتي يعني. ما شاء الله عليك. يا رب. طيب نسمع منك ايه؟ ذكر وموعظه ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور، آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به، هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان، هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق، هو القرآن. الله عليك يا منى، الله يفتح عليك، أحسنتي. قولي لي أنت بقى أسماء، أنت بتنشدي في أفراح، أفراح إسلامية؟ أصلا أول ما بدأت كان في فرح إسلامي عندنا في القرية، فالناس شجعت كده، ده بعد الإذاعة يعني المدرسية، ف
فالحمد لله دلوقتي يعني ما كنتش بروح خالص غير مؤخرا كده، بدأت يعني أروح حفلات مثلا تحفيظ قرآن كده. حضرت موالد قبل كده؟ لا وانت للأسف. طيب برضه من حضرت موالد قبل كده؟ مفيش. ما احنا حضرتوش بنسمع موالد؟ بنسمع عن الحاجات عن الموالد وكده، بس عمري ما رحت يعني وانشدت هناك. لا طب وانت لما بتروحي مثلا افراح اسلاميه بتقولي دايما الاناشيد كلها؟ لا، الاناشيد اللي انا بسجلها مثلا في حاجات بقولها لايف عادي، زي قمر، المسك وفاح، الحاجات اللي هي المعروفه دي، الله الله على نور رسول الله كده يعني. طب قولي لي، طيب اسماء انت بتحلمي بايه؟ يعني منا قالت لي انا احنا خلاص اطلع دكتوره وجراحه قلب وراح اختارت التخصص كمان، انت بتحلمي بايه؟ والله ربنا يكتب لنا الخير اينما كان امين يا وحيثما رب. وجد، ايا كان يعني. طبعا اي حد في مجالي، في مجال الانشاد الديني، يطمح لحاجات ابعد من كده يعني. يعني ناوي تخش مثلا مسابقات اكتر، طبعا، تقدم وانمي في نفسي، مسابقات اكتر؟ انمي موهبتي اكتر، واظهر والناس تعرفني، واكون منشده عالميه ان شاء الله. ليه باذن لا الله. يا رب. ما فيش حاجه بعيده ان عن شاء الله ربنا. باذن الله ربنا يكتب لنا الخير يا رب. يا اللهم رب. امين. نسمع منك بقى حاجه كده في حب النبي، ميدلي تمام. كده، اتفضلي. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء، مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، لست أرجو سواه شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد، قمر أطل على البرية من حيرة، زان السماء فكان بدرا نيرا، هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي سلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. عليه الصلاة والسلام. مدلي جميل وأحسنتي ونورتينا يا أسماء، نورتينا. وكمان منة الله رمضان كمان بالتوفيق إن شاء الله، ونشوفك بإذن الله دكتورة كبيرة كمان وجراحة قلب بإذن الله. مدد مدد يا رب، مدد يا رب، مدد يا رب. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم مدد، تحياتي ليكم، وأشوف دايما حضراتكم على ألف خير.